السلام عليكم ورحمة الله. بعد الصلاة والسلام على رسول الله، مرحبا بكم في قناتي وصفات أمي الغالية. اليوم إن شاء الله راح ندير لكم فيديو على سوبيتيغ كما وعدتكم، لأنه سبق ودرت لكم بها ليكلاس، وبزاف أخوات كتبوا لي في لي كومونتير وطلبوا مني ندير لهم عليها فيديو ونعلمهم كيفاش يخدموا بها، وأيضا نجاوب على الأسئلة تاعهم. إذا كما راكم تشوفوا أخواتي، سوبيتيغ تاعي لامارك ساب، وهذا الكتالوج يجي معها مكتوب فيه الوصفات تاع المثلجات كما راكم تشوفوا. عندنا لهنا تاع نوتيلا، نوازات، ايضا لهنا مكتوب فيه المقادير وطريقه التحضير. وايضا سالتوني على الثمن تاعها، انا نقول لكم بلي شريتها عندي اكثر من 3 سنين، هذيك الوقت شريتها ب 6000 دينار، يعني ب 6000 دينار جزائري. وايضا سالتوني منين شريتها، شريتها من سوق دبي بالجزائر العاصمه، ودركا الثمن تاعها راهو يدير 10000 دينار، يعني 10000 دينار جزائري. هنا كما راكم تشوفوا اخواتي، هذه نحطوها في الكونجيلاتور مده 24 ساعه باش نقدروا نخدموا بها لي كلاص. اذا هنا راح نعلمكم كيفاش راح تبلاصيوها. اذا اخواتي هنا كما راكم تشوفوا، بعد ما بلاصيتها كملت، هنا واش راح ندير؟ هنا عندي الخليط، هنا خدمت مثلجات قوم شماش، راني حطيته في الكونجيلاتور مده ساعه. هنا اخواتي ملاحظه مهمه راح نقولها لكم قبل لا تفرغوا الخليط تاعكم في السوربيتيغ، شغلوها هي الاولى، ولما تشغلوها فرغوا فيها الخليط تاعكم. اذا هنا راح نخليها تدور مده 45 دقيقه فقط. وهنا بعد ما جازوا 45 دقيقه، هنا راح نحبسها. اذا كما قلت لكم اخواتي، انا درت مثلجات بذوق المشماش. لهنا كما راكم تشوفوا المثلجات راهي واجده، تقدروا تقدموها هكذا مباشره ولا تقدروا تزيدوا تحطوها في الكونجيلاتور. هنا واش راح ندير؟ نحط المثلجات تاعي في لابواط كونجيلاسيون، نحطها في الكونجيلاتور. اذا اخواتي هنا بعد ما غسلتها مليح، واش راح ندير؟ نرجعها للكونجيلاتور ونخليها تتكونجلا مليح مده 24 ساعه. بعد ما تتكونجلا 24 ساعه، نعاود نحيها ونزيد نخدم بها لي كلاص. وايضا حبيت نقول لكم بلي هذه القطعه هي القطعه المهمه والاساسيه. اذا ان شاء الله يكون الفيديو تاعي تاع اليوم واضح ومفهوم. نتهلاو في رواحتكم، في امان الله.